مئة حاج أوهم بتأشيرات المجاملة. كل الإجراءات تمت لزيارة بيت الله، وفي الأخير ما هو إلا احتيال من طرف وكالة خاصة. سمير مكلف بالمبيعات بوكالة سياحية يقصده يوميا العشرات من أجل جواز سفر بمبالغ كبيرة، لكن عدم امتلاكه اعتمادا لوجهة الحج جعله يتجنب دائما الخوض في هذه المسألة. هنا كوكالة ما عدناش اعتماد الحج هنا هذا العام، نخدم عدة منتوجات سياحية أخرى. يجوا ناس يسقسوا على هذا جواز السفر الخاص بالحج، لأن المواطن الجزائري محروق على الشهادة بالفطرة. يعني كاين الناس تجي تقول لك نخلص 100، تقول لك نخلص 120، تقول لك نخلص وش تحبوا باش تجيبوا لنا توفروا لنا هذا الجواز برك. وربما هذه النقطة اللي استغلها هذه الوكالة، وخاصة في الشرق شوية في ولاية ميلا، بالك ما فهموش القوانين التنظيمية للحج والعمرة، بالك لغياب الإشهار، بالك لغياب الحملات التوعوية. نقابة الوكالة السياحية تبرأت واستنكرت هذا التصرف، مطالبة بتطبيق القانون على المخالفين ومحملة المواطن جزءا من المسؤولية. اللوم الزبون قبل كلش، لأن الزبون اليوم يعني يقدر يتحرى ويقدر يعرف، لأن اليوم الديوان الوطني للحج والعمرة ولا وزارة شؤون دينية راهي تنشر قائمة الوكالات المعنية بتنظيم عملية الحج، ما يمثلوا لا وكالة سياحية ولا يمثلوا القطاع، لأن القطاع السياحة سواء نقابة أو وزارة أو وكالات سياحية محترفة تتبرأ من هؤلاء الناس. لابد من أن جهاز العدالة يتحرك ويعاقب هؤلاء الناس، يعني أشد العقوبات. احتيال ومتاجرة بحلم المئات من الحجاج كل سنة، ظاهرة موسمية تتكرر، وأناس لا يخافون الله حتى في زيارة بيت الله.